حكايتنا النهاردة هتبدأ مع جمال. أنا جمال، باحث وبسافر لكل بلاد العالم عشان ألاقي إجابات لأي حاجة ممكن أشوفها، وكان من أوحش الأماكن اللي زرتها هو فندق مهجور. والفندق ده كان في مدينة، وبعد ما عدى على الموضوع ده سنة قررت إن أنا أزور المكان ده تاني، وعشان أبحث عن بعض الحاجات اللي كانت سبب في إن فقدت مراتي في اليوم ده. والمفروض الإجراءات اللي بعملها كل مرة هو إني أحقق وأعمل مقابلات مع سكان المكان اللي أنا رايحه والصيادين، وده اللي بعمله دايما أنا وفريقي. معايا برضو فريق مخصوص للكاميرات اللي بيساعدني في بعض الحاجات، ولكن في المكان ده قررت أدخل فيه لوحدي، وده عشان المكان مفهوش ولا كاميرات ولا أشخاص كتيرة عشان أعمل معاهم مقابلات. ولكن صاحبي المقرب هو كارم، وهو صمم إنه يروح معايا أنا وكارم بس اللي نعرف تفاصيل الليلة دي. وصلت ووقفت العربية اللي أجرتها مخصوص، وقفت العربية خلف المبنى، وبدأت أدخل أنا وكارم من شباك مكسور في المبنى، والشباك ده ودانا على المطبخ. وبصراحة كنت متوتر قوي وحسيت بطاقة سلبية وخوف جالي مجرد ما دخلت المبنى المظلم ده اللي كان طالع منه ريحة عفن شديدة جدا، والريحة دي حسستني اني مخنوق وكأن في حاجة خنقاني من رقبتي. وبدأت امسك موبايلي عشان اشغل الكشاف، وبدأت ابص حواليا ولكن مش ظاهر ليا اي حاجة. بدأت انادي باسم مراتي، ندى يا ندى، ولكن محدش بيرد. وانا فضلت الف بالكشاف في المكان كله، وفجأة شفت خيال داكن على الحيطة جاي من المدخل. بدأت اجيب الكشاف الموبايل على المكان ده ولكن ما شفتش اي حاجة. بصيت لكارم وقلت له كارم انت شفت حاجة؟ رد كارم وقال لي ايوة يا جمال، اخدت بالي من حاجة، ياريت تلاقي اللي بتدور عليه في المكان ده. وكمل كارم كلامه وقال لي هو الصراحة مكان يخوف قوي يا جمال، لكن انت تقدر تلاقي اللي بتدور عليه لانك محقق وباحث شاطر جدا، ولكن ما اقدرش يا جمال اسيبك لوحدك. رديت على كارم وقلت له انا مقدر يا كارم خوفك عليا. رد كارم وقال لي انت تستاهل اكتر من كده يا جمال. وبدأت امشي انا وكارم بحذر شديد، واثناء ما احنا ماشيين كنا بنشوف بقع حمر على بعض الستائر المتقطعة، وده طبعا غير الفران الصغيرة الميتة في كل مكان. وقتها كارم قال لي المكان ده فيه ريحة عفن وحشة قوي. وقتها رفع كارم ايده على انفه. رديت عليه بس كويس، احنا ممكن نوصل لأي حاجة يا كارم من المعلومات عن المكان ده. فجأة لقيت كارم مشى خطوة، ولقيت قطعة من الأرض تحت رجل كارم انهارت ووقعت، وهو وقتها وقع في الدور الأرضي اللي تحت. وقتها صرخت وبدأت انده عليه كارم يا كارم، ورحت وجريت للدور الأرضي اللي تحت عشان أجيبه. وفجأة وأنا بجري سمعت صوت واحدة بتبكي بصوت عالي في الدور اللي فوق. وقفت اسمع الصوت وبدأت ان انا اتعرف على الصوت ده، وهو كان صوت ندى مراتي. ولما اتعرفت على الصوت جريت على الدور اللي فوق ونسيت خالص صاحبي كارم. ولما طلعت فوق للدور التاني بدأت امشي ببطء وانا بترعش من الخوف، وشغلت كشاف موبايلي عشان اقدر اشوف، لكن زاد صوت البكاء اكتر. حاولت امشي ورا الصوت اللي كان جاي من اوضة. بدأت افتح الباب، وقتها شفت ندى قاعدة وبتعيط على السرير. لاحظت ان ندى بتعيط من شدة الالم، جريت بسرعة جنبها وبدأت اكلمها ندى انا جمال مالك. قلت لها ندى اتكلمي مالك فيكي ايه، ولكن ندى مش بترد علي ولا بتقولي اي حاجة، كل اللي كانت بتعمله بتعيط بصوت عالي جدا. وبدأت المس ايديها، كان وقتها الجو بارد جدا، وبدأت اقول لندى انا ما شفتش طعم الراحة والنوم من ساعة ما فقدتك يا ندى، انا هنا دلوقتي يا ندى عشان اخدك، انت مش مضطرة خالص تقعدي هنا. وبدأت المس شعرها، ولكن اللي شفته خلى الدم في جسمي كله يتجمد. اللي شفته انها مش ندى خالص، هي عبارة عن كائن مخيف جدا، وحتى لما بصيت في عينيها ما لقيتش عيون، هي عبارة عن ثقوب واسعة وسودة. وفجأة سكتت وضحكت ضحكة شريرة مش قادرة انساها، حتى أسنانها مش موجودة، وكان عمرها حوالي 50 سنة تقريبا. وفجأة لقيت الشخصية المخيفة دي بتطردني برا الأوضة وهي بتنزف دم من كل حتة. جريت بسرعة جدا للدور الأرضي، افتكرت صاحبي كارم اللي وقع من انهيار الأرض اللي حصل تحت رجله. ولما فتحت الباب وجريت
لقيت حفرة، ببص حواليا لقيت شخصية ندى المخيفة بتظهر لي تاني في الهوا. بدأت أتحقق من وشها اللي هو عبارة عن ثقوب سودا فاضي، ولما بصيت تحت لقيت كارم وقع على الأرض وكأن حد قتله، وكان الدم بيسيل من فمه وحوالين جسمه. وجريت عليه بسرعة ونزلت على الأرض. وقتها كانت ندى بتحوم في الهوا فوق، وبدأت أقوله قوم يا كارم، مستحيل أكون فقدت صديقي المقرب، مش معقول أكون فقدت آخر شخص مقرب ليا. بصيت لندى بشكل جنوني، وفي الوقت ده حاولت أفهم كل حاجة، وده بيرجع لدراسة درستها قبل كده في مجال شغلي. خلاص زوجتي مش هعرف أرجعها تاني، ومش هعرف حتى أدفنها لأنها اختفت بشكل مفاجئ ولكن من ولا حاجة. والشبح اللي بيظهر ده وبيعيط بالليل معروف انه بيحذرك من وفاة شخص من افراد اسرتك، وده يرجع لدراسة والعلم الفلكلوري اللي درسته زمان. وحاولت برضه افصل ليه كانت بتصرخ، لاني سمعت الصوت ده في اليوم اللي خدت زوجتي ندى فيه لما رحت المكان ده، واللي كانت بتحذرني فيه من وفاة مراتي. وبرضه ظهرت لي شخصية على شكل مراتي ندى ولكن بشكل مخيف عشان تحذرني من وفاة صاحبي كارم.